يلا يا عمو قومي على السحور جاهز. عم تبكي؟ شبك؟ ما في شي يا عمو، ما في شي. أمي لا تقولي لي ما في شي. من ساعة العزيمة وأنا شايفتك مانك على بعضك. أول شي ما رضيتي تفطري وهلأ قاعدة عم تبكي. بدك تقلي لي شبك؟ ما في شي، بس تذكرت أخوك عبد الله لما كان أبوك يعمل عزيمة لكل تجار السوق. كان أخوك يضل عم بيدور حوالين الرجال وهو فرحان. طيب أم عبد الله، شو رأيك أطلع جيب معروكة وكاستين تمر هندي وإجي أتسحر أنا وياكي هون لحالنا وبتحكي لي عن عبد الله؟ بس بشرط ما في بكاء هون. يلا جمعي لي كل القصص لبين ما أروح وإجي. إيه الله يرضى عليك يا إلهي. يا رب يا رب رجع لي عبد الله، خليني كحل عيوني بشوفته، والله قلبي طق على فراقه. حسبي الله ونعم الوكيل. شو هالشغلة؟ أبو وديع الله يرضى عليك، روح على المخبر نادي لأبو تحسين، خليه يجي بسرعة أوام. وأنت الله يرضى عليك روح على الطريق، طريق البصة، عرفت شلون؟ إذا لقيت غريب خليه يجي بسرعة أوام، الله يرضى عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. اعملها الندل، اعملها. شو قصدك زياد؟ زياد سكوت ولا كلمة؟ ها؟ لا ما بدي سكوت، كل الناس هيك عم تقول. شو عم تقول الناس؟ غريب هو اللي قتل فاطمة. خلاص قول خلاص، إذا بتعيدها بدي أقصر لك لسانك. فهمت؟ لا ما فهمت. زياد خذها من هون، خذها من هون. خذها امشي من هون. خذها خير ما عملتوه. ها اجى أبو تحسين. يا جماعة هذا الفرد اللي جنب الجثة ايش ابنه؟ ما حدا مد ايده عليه ابنه. لمين هذا الفرد؟ هذا فرد غريب.